خلونا نتحول لنادي امبي. امبي اللي بيغير مديره الفني كابتن احمد عبد المنعم كشري الى كابتن طلعت يوسف. انا معايا على التليفون كابتن محمد اسماعيل مدير الكره بنادي امبي. يا كابتن محمد اهلا وسهلا بحضرتك، تحياتي ليك، مساء الفل. مساء الفل يا كابتن ابراهيم المحترم، كل سنه وانت طيب. وكل سنه وحضرتك طيب يا رب وفي صحه وسلامه. وخليني بقى اسالك، كيف ترى تولي كابتن طلعت يوسف المهمه كمدير فني لفريق امبي؟ والله طبعا الاول انا بوجه تحيه للكابتن احمد كشري، يعني قد اللي عليه بس التوفيق يا كابتن ابراهيم انت عارف يعني. انما طبعا الكابتن طلعت يوسف غني عن التعريف، وهو المرحله دي في النادي يعني احنا دخلنا من بدري شويه في مساله ان احنا نبقى في جدول الترتيب متاخر شويه، فكان لازم في التوقيت ده حد يبقى عنده خبرات قويه زي الكابتن طلعت يقدر يلم الدنيا بسرعه، لان انت عارف يا كابتن ابراهيم الدوري مضغوط جدا، كل 3 4 ايام ماتش. اخطف واجري، مش هتلاقي الدور الاولاني هيخلص، هتلاقيه خلص هوا هوا في ثواني يعني. احنا لسه راجعين من اسوان امبارح، عندنا بعد بكره يعني الدنيا بتجري بسرعه جدا. أيوة. فكان محتاجين حد خبرات الكابتن طلعت ان يقدر يوقف الفرقه بسرعه، ويبقى عنده الخبرات والقدره طبعا، هو غنى التعريف اكيد يعني، ان هو يقدر يسند الفريق بسرعه يعني. طيب التشكيل بتاع الجهاز بقى بالكامل مع الكابتن طلعت يوسف هيبقى فيه مين؟ هو طبعا كابتن طلعت المدير الفني، ومعاه كابتن حسن موسى مدرب عام، والكابتن هاني عبد الله مدرب، والكابتن عمرو فتحي مدرب، ومعهم نفس مخطط الاحمال دكتور محمد زيتون، وكابتن خالد خليل مدرب حراس مرمى. ده الجهاز الفني يعني بتاع الكابتن طلعت. طيب ان شاء الله باذن الله بالتمنيات بالتوفيق. وخليني بقى اسالك، هل الفريق حاطط عينه على لعيبه جديده ولا لا، واحنا داخلين على فتره الانتقالات الشتويه والتدعيمات الكابتن طلعت طالبها بالاسم ولا لا؟ لا هو لسه الكابتن طلعت اعتقد يعني بعد الماتش، بس احنا كنادي ام بي في اعتقد بنفكر في 2 لعيبه 3 لعيبه على الاقصى اجانب يعني. ولا محلي؟ اجانب. اجانب، انت محتاج اجانب. يعني الدنيا اتفضل. اتفضل. هتسيب مين؟ لا ما هو دلوقتي كل الفرق بقت، عايز اقول كله بقى ناصح شويه يعني، فمن احنا تحت السن يعني، عندنا احنا يعني لعيبه افارقه ممكن تبقى متواجده تحت السن. هتتحرك في لعيبه موضوع كويس. الافارقه تحت السن ده؟ ان شاء الله يعني. ان شاء الله باذن الله. هل اللاعب الصربي ديجان هيكمل مع الفريق ولا ماشي في يناير؟ هو لا ما في، احنا بص ما هو ده بقى اللي احنا كنا قبل يناير، عشان برضو الكابتن طلعت يبقى ليه رؤيه، بس هو ملك تحديدا ما خدش فرصه لسه، واحنا مش يعني ما فيش لعيب هيمشي الا لما يكون واخد فرصه يعني. يعني فاعتقد ان احنا الاجانب في يناير هيبقى صعب شويه ان احنا نستنى لحد فيهم يعني، لان هو يعني عايز ادي مثال ان بوكا اللي هو بقى نجم في الفترة الأخرانية، أول ما جه كان نفس تقريبا كده، والناس برضو قالت يمشي وما يمشي يعني. فاللعيب الأجنبي بالذات يا كابتن إبراهيم أنت بياخد عارف وقت، شوية وقت عبال ما يتأقلم. لازم، فإحنا مش مستعجلين يعني على الموضوع، عشان كده إحنا بنفكر في لعيبة ممكن أفارقة تحت السن ممكن يسندوا معانا شوية. هل العملية من بعد رحيل الكابتن حلمي طولان، ما تيجي نراجع كده القرارات، رحيل الكابتن حلمي طولان وبعدين جه فييرا وبعدين جه الكابتن أحمد كشري، هل كان قرار رحيل الكابتن حلمي طولان ما كانش موفق؟ نقدر نقول كده ولا ما نقدرش؟ لا ما نقدرش نقول كده كابتن إبراهيم، لأن يعني التغيير بيبقى مطلوب. ممكن الكابتن حلمي كان يعني جه بعد مدير فني كان موجود ما كانش برضه مؤدي نتائج، هي كرة كده، انما ممكن التوفيق لسه ما مشيش مع فرقه انبي تحديدا، انما ما تقدرش تقول ان القرار بتاع مشان الكابتن حلمي صح او غلط، لان هرجع تاني اقول لك ممكن انبي كابتن حلمي يرجع له بعد شويه طيب. ويؤدي معاه بنجاحات، كابتن حلمي راح مثلا نادي تاني مكان مدرب تاني، ما فيش الكوره في مصر مش يعني ماشيه بالتوفيق اكتر منها علم شويه، دي صراحه عشان بقولها لحضرتك يعني. يعني احنا في مصر التوفيق اهم حاجه في الكوره في مصر، انما ما فيش خطه مثلا ان انت تقول خطه خمسيه ان انت هتبني صعب، انت ممكن بتحاول بس عشان تيجي تحقق الموضوع ده كابتن ابراهيم صدقني بيبقى الموضوع صعب جدا، بتلاقي ضغوطات من كل حته يعني. فاحنا في مصر عشان ننجح، انا بتكلم طبعا عن الكوره بشكل عام يعني، محتاجين ان يبقى فيه ونبتدي يبقى في خطط، في خطه ولازم نتحمل نتائجها، ولازم
اتمنى ان ده يحصل معانا، بس انا بس برد ان يعني في مصر بالذات المدربين تحركاتهم سريعه جدا وبسرعه جدا، وبيمرن ناديين او ثلاثه ممكن في نفس السنه، يعني ما بيبقاش القرار عشان ما وفقتش يبقى خاطئ يعني. طيب انا بشكرك شكرا جزيلا يا كابتن محمد، وتمنياتي لكم بالتوفيق ان شاء الله باذن الله الفتره الجايه. بشكرك شكرا ربنا جزيلا. يبارك فيك، بشكرك شكرا ربنا جزيلا.